المرجان والشوب المرجانية، هذه هي راح تكون كذا شكلها. والله يبدأ المقطع بوريكم برنامج اسمه أمينو كرافت. من هذا البرنامج أنا من زمان موجود واللي استفدت منه في 1600 واحد متابعيني، وفي ناس متكلمين معي بالدردشة. تقدر تتكلم مع كل واحد بالدردشة، فهنا أشوفه كم واحد 9 أيام 12 يوم. طبعا في دردشات عامة، في صوتية وفي عادية. فمثلا هنا خلونا ندخل دردشة، هذه نقدر ننضم لها ونتكلم مع ناس كثيرة، وتقدر انك انت تسوي دردشة خاصة لك او عامة او الى اللي تبيه. مثلا في ايضا تقدر انك تسوي لك مدونة اللي تبيها، فلو نكتب مدونة راح نكتب مدونة احنا نسويها ونرسلها ويشوفونها الناس كلها. في استطلاعات وفي العاب كثيرة اللي هي مثلا خلونا نروح على طبعا الصور الناس كلها تقدر تنزل، في قوانين لازم تقراها يعني، في العاب هنا الاختبارات. طبعا خلونا نلعب لعبة بوريكم اياها الحين، انا فنان بالالعاب هذه. فخلونا ندخل اختبار ماينكرافت، خلونا نجرب خواصنا يا عيال، انا بفوز فيها يعني مره سهله. معلومات ماينكرافتيه، في اي حاله لا يحترق الزومبي في الهاسك. يب هذه كلها مع اللافا، يعني اجو كذا سهله وبسيطه، وفي اسئله يمكن سؤال هذا 50 سؤال تقريبا، فانتم بعد حلوه. انا ما بغششكم لان مره سهل يعني بالنسبه لي، ممكن يكون صعب لكم، فضيفوني يا عيال. اسمي هذا ريد فوكس، مكتوب يوتيوبر خارق وبس. السلام عليكم، معكم فوكس. اليوم جايب لكم مقطع جديد. طبعا اليوم نزل سناب شوت دي، طبعا انا سحبت على 3 اشياء، سحبت على بي وسي، فقلت اجمعهم كلهم مقطع واحد عشان اوريكم كل شيء جديد. غيروا اشياء مره مره كثيره يا عيال، في اشياء نسيت احطها مثل الشلكر بوكس، خلوا في شلكر بوكس غير ملون اللي هو هذا راح يكون الاصلي، وخلوا في اشياء ملونه. طبعا راح اقرا الليست، وايضا غيروا شكل الفانتوم وخلوه افضل، وغيروا في اشياء كثيره. طيب اول شيء راح ابدا فيه بالشلكر بوكس، لان بقولكم شيء، المويه غيروا شكلها، غيروا كل شيء بالمويه، وضافوا خلوا هذا الايس، هذا مثلج يا عيال، لقينا باير مثلج يا لبي. طيب الحين خلوني اوريكم الشلكر بوكس، هذا صار الاساسي، وضافوا شلكر بوكس اسمه بيربل بوكس او بيربل شلكر بوكس. وين لحظه، هذا هو البيربل، خلاص هذا صار الاساسي. فخلونا نقول مثلا عندنا الشلكر بوكس لونه احمر حلو، وعندك كولدرن اوكي صار زي الليذر يعني، ونحط فيه مويه داخلها اوكي. والحين مثلا نبي نرجع هذا، بنخليه من غير صبغه، وش تسوي؟ كليك يمين راح يشيل الصبغه عن الشلكر بوكس، فصار هذا الاساسي، ما صار يعني مو ملون وكذا. ايضا الكورل اللي هو الشعب المرجانيه صارت لها الوان مختلفه، يعني لو نزل تحت طبعا ما بوريكم شو اللي باني انا، بس صارت كل وحده لها شكل مختلف، في اصفر فيب صارت يعني شكلها حلو. فانا عجبني صراحه التغيير والتنويع من كل وحده لها شكل غير ولون غير، هذه الاشكال. طبعا راح اوريكم اياها داخل البحر بعد شوي لان اضافوها. الفانتوم صار الحين وشو؟ صار وحش غير ميت، زي الزومبي زي السكيلتون. تعرفون لما السكيلتون يكون فوقه شيء ما يحترق؟ بالضبط الحين الفانتوم لو تحطه راح يحترق بالدي تايم يعني بالنهار. واذا كان عندك سيف سمايت، فانا عندي الحين سيفين، سيف عادي لو اضربه ما يموت، لكن لو حطينا سيف سمايت وش راح يصير فيه؟ راح يموت على طول. فخلونا انا بس ما عاش فيني، وخلونا نقول سمايت، ناخذ سمايت في اوكي، ونحطه بالسيف ونوريكم وش الفرق. خلونا نشوف الفانتوم، فالفانتوم صار وحش غير ميت زي اوكي هذا، شوفوا ما احترق، اوكي احترق، شوفوا ضربه واحده يشيل على طول. طيب خلونا نروح عند المويه، وبعد اخر شيء راح اوريكم الاشياء الباقيه زي الشعب المرجانيه وما الى اخره. المويه ضافوها وتغيرت مره، زي ما وريتكم الفنسات اللي هي تدخل تحت الفنس، لكن لحد الان ما ضافوها، قالوا انه بيضيفونها قريب. لكن صار الستيرز الحين تقدر تحط عليه مويه، فتشوفون هذا الشيء ترى كله ستيرز، شوف ستيرز ستيرز ستيرز. فخلوا اوريكم كيف تسوونها، مره بسيطه وصارت مره خرافيه. فلو سويها زي كذا، تذكرون ايام قبل ما كنا نقدر نحط فوق الستيرز مويه الا نحطها زي كذا، شوفوا لو تبي بس نص بلوكه، تخيلوا نص بلوكه بالزاويه هذه الزاويه هذه، شوف كيف صارت مويه، يعني بعدك يعني ما عندك عذر انك ما تقدر تسوي شيء. لو نحط بلوكات زي كذا، ترون هذه بلوكه المويه، شوف 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 شوف، لحظه 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 لحظه، شوف هذه بلوكه المويه صارت سورس، تخيلوا، فشيء خرافي يعني. تقدر تشيلها الحين لو نجيب باكيت، خلونا نشيلها على طول وتنشال، فشيء مره رهيب يعني. تقدر انك تدمج بين هذا وهذا، وتسوي مثل بايبات او شيء زي كذا، كل واحد وتفكيره وكيف يسوي البايبات وكيف هالاشياء هذه كلها. طيب الستيرز، يعني لو نحط ستيرز زي كذا اوكي، وش راح يصير؟ راح تروح المويه هنا، شوفوا او لا خشيل هذا، راح تروح المويه هذا الطريق، فيب يعني حركه جدا جميله.
لكن خلوني اوريكم الحين تحت البحر غيروا اشياء كثيره، يعني لو كنت بسوي فارم تحت البحر كنت بسوي اي شيء راح يخرب. اوكي طيب الحين صار الفنس لو تحطه داخل المويه ما راح يسوي فقاعات مويه حواليه، يعني راح تقدر تشوف وش فيه وما فيه، ف ما في تنفس بعد اليوم. الشيء نفسه هذه كل الفنسات طبعا كل اللي هو سلابس، وفي هنا الفنس، الفنس لو تحطه ما راح يسوي فقاعات مويه، لكن لو تحطه وتكسره هذا يصير فيه مويه. هذا جلتش طبعا راح يتعير راح يتغير، فلو نشيله ونحطه نشيله ونحطه على طول بسرعه لازم راح يصير في فقاعات مويه زي هذا، فهذه جلتش. فزيها زي اللادر، زيها زي لا الانفل ما حطوها للحين، هذا ما حطوها. وين راح ذا؟ اصلا عادي لان انا وقفت تصوير وطولت على ما صورت. طبعا هذا الفنس، وايضا تراب دور صارت نفس الشيء، وايضا لو شلتها وحطيتها على طول راح يصير في فقاعه مويه فتقدر تتنفس من داخلها. ممكن انا ما يغيرونها، ممكن يخلونها كميزه. الجلاس بين والايرون ما تقدر تحط المويه او ما تقدر تشيل التنفس ذا الا لو تحط باكت مويه وتعبيها واحده واحده فيتغير زي كذا. ما ادري ليش لكن لحد الان ممكن يغيرونها يخلونها على طول احسن. ما حتى التراب دور ترى شوفوا، حتى هذا اللادر شوفوا كلهم صاروا ما في فقاعات مويه. بس ما جربت الانفل، فالانفل تقدر تتنفس. البرشر بليت للحين ما سووها، البنارات للحين ما سووها ايضا. هذا الشيء اللادر طبعا سويت التنفس، كنت مسوي حركه رهيبه يا عيال بس للاسف الشديد راح. اوكي شوفوا، لا هذا وين راح؟ اصبر. اوكي شوفوا الاندرمان راح يحاول انه يطلع بس ما يقدر لانه حواليه كله مويه فما راح يقدر يطلع، فشيء خرافي. الساينات صارت الحين ما فيها هواء، يعني ما تقدر تطلع فقاعات هواء. البدز زيها، السنسر للحين ما سووه. الباب اظن ان اذا تبني بيت تحت المويه او تحت البحر انك بس تحط كذا، فانا نحط مثلا تورش. طبعا تورش تختفي لو حطيته بالمويه شفتوا، بس اذا حطيته داخل ما تقدر تحط، هذه نص بلوك اصلا، فيعني عشان تبني بيت داخل البحر. طيب هذا الشيء سحبت عليه بالسناب شوت اللي طاف ونسيت ما قلت لكم اياه. السول ساند يا عيال لما توقف عليه ولما توقف على ماجما كيوب راح ينزلك تحت او ماجما بلوك. طيب لو جبنا بوت اوكي وركبنا البوت، صبر خلينا نحط البوت، اظن انه راح يصعد فوق. صبر ما اقدر احطه تحت البحر اصلا عوري، خلطت كذا ونصت هنا. خل نشوف ايش راح يصير. ايوه اوكي بس يصير كذا. طيب اوه هذا يطيح لي تحت، خلينا نجرب. صبر نزل تحت، تعال 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 تعال، نزل 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 نزلني. ايه وحرة قدام قدام قدام، فهذه تلغتك. اوه والله البوت قاعد يطيح، ما تقدر يا عيال. اوكي اذا طاح خلاص يطيح ما تقدر تصعده، والله حركه حلوه صراحه. ايضا الشيء الحلو اضافوا اصوات تحت البحر، فخلونا نسوي بلاي ساوند اوكي ونكتب اسم الماينكرافت امبيينت وور لوب. هذا عيال خرافي. صبر خلونا نقول كذا. المهم لما تسبح تحت البحر راح تطلع اصوات غريبه، هذا الشيء هو اللي اضافوه. فيعني تسبح مو تسبح، يعني تصير تكون بمقامره فتدخل تحت وتشوف كذا اصوات غريبه يعني تخوف، فانا راح امشي واشوف. يعني هذا كله بمياه مثلجه يا عيال، فلو تلاحظون هنا السلمون مثل ما قلت لكم، فبروح ادور على الوارم اوشن. الوارم اوشن يترسبن فيه المرجان، لحد الان كله مثلج، فخلونا نسوي سلاش لوكيت. هذه افضل طريقه عشان تجيب اشياء جديده. نكتب مونمنت اوكي وبعدين نضغط انتر راح يوديني عند هذه توني واصل لها انا. فنسوي تي بي خلونا نسوي عشوائي، ارقام عشوائيه راح ينقلني مكان عشوائي، بعدين اسوي لوكيت بعد ما احب العالم على طول نضغط كذا انتر. الحين راح يوديني عند مكان، طبعا راح يطول الحين على ما يرسم العالم. اه يا قلبي يلا خلصنا. اوكي بما انه راح يطول خل اقول لكم شيء ثاني، غيروا على نظام الكلاودز. تعرفون الكلاودز اللي هي مو شعاب مرجانيه، اللي هي السحاب، صارت الرندر عندها غير مختلفه يعني. طيب يا عيال بوريكم شيء خرافي ما وريتكم اياه الحلقه اللي طافت، اللي هي لو دخلنا عند المويه البارده، هذا طبعا الكولد اوشن مكتوب، وخلونا نروح عند الوارم اوشن اوكي. لاحظتوا شيء يا عيال تغير؟ هذا كولد وهذا وارم. الوارم يكون كذا شكله خرافي مره، يكون مره رهيب. ايضا اضافوا اصوات حق التروبيكال فيش، ها تروبيكال فيش اللي زي كلاون فيش. بس تدري شو المشكله؟ انه مو مشكله، شيء جديد اظن.
اوه حتى الورم يكون فيه كذا فقاعات خرافية. طبعا هذا الشيء اللي قدامكم يكون مجموعة من الأسماك، فكل واحدة مجموعة مختلفة. المشكلة يقولون ان الكورل او المرجان او الشعب المرجانية مرة نادرة، فللأسف الشديد قاعد احاول ادور ماني قادر الاقي. وش السالفة؟ يلا وين المرجان؟ والله حركة غبية ان تخلونها نادرة مرة. اظن ان يبون الناس تستكشف اكثر، فعشان كذا ان مرة صعب انك تلاقي المرجان. قول لي هذا وشو؟ هذا اظن كله ماجما بلوك، فخلوني ادور عليها. انا الا اليوم ادور، يعني ادور عليها اللي هي الشعب المرجانيه. والله خرافيه يا عيال، لو اوريكم اياها راح تستانسون. انتم تستانسون مو انا. طيب خلونا نروح ندور مونمنت. نروح هنا نضغط انتر ونشوف اذا فيها. انا ما ابي ادخل داخل، بشوف اذا فيها شعب مرجانيه. اوكي ما في شعب مرجانيه، وش السالفه؟ اليوم انا لاقي شعب مرجانيه. شوف الاسماك تغيرت نظامها. اوه هذا اسماك جديده. شوف لو تضربها فيها صوت، يعني صار قبل ما كان فيها صوت. ايضا صار نظام المويه غير، وغيروا على تاجات كثيره، في اشياء مره خرافيه ثانيه. يعني هذا من اكثر المقاطع اللي تعبت عليها وانا اصورها. جاهزين عشان تشوفون البرجان؟ والله دورت عليه لين ما لقيته وفرفرت. توب 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 البرجان والشعب المرجانيه، هذه هي راح تكون كذا شكلها. راح تكون متوزعة طبعا، ما راح تكون نادرة جدا جدا جدا. شوفوا بس هذا هو المرجان، يعني هذا اللي لقيته بس. تخيلوا يعني لازم تروح تفرفر مرة كثير عشان تحصل البلوكات هذه البسيطة. طبعا اظن انه في كثير. اوه والله في كثير، يا لبيش المرجانية اخيرا ماينكرافت. شوفوا بعدين هذه يكون فوقها، والله شيء خرافي صراحة. طيب في اسماك كذا داخلة وشيء زي كذا، احس انه يب يسوونها قريب. شوف الاسماك التروبيكال فيش وين تلاقيها؟ هذا الشيء بالوارم اوشن بس، ما راح تلاقيه بالكولد، ما راح تلاقي شعب مرجانيه للاسف للافس. فبس تقريبا هذا كل سناب شوت، كل الاشياء الجديده. ممكن السناب شوت الجديد راح يضيفون دلافين، راح اسوي لكم سناب شوت جديد. لا تنسى اللايك والاشتراك، انشر مايك اخويك. طبعا هذه الاشياء راح تنزل بالمايكرافت الجوال والكمبيوتر والسوني وكل شيء. فبس كان معكم ريد فوكس، انشر مايك اخويك عشان نشوف تحديثات جديده. خلونا نسبح بسلام. والله وانا اسبح وناس انك تسبح لحالك كذا، ما ادري تستكشف اشياء. يلا مع السلامه.